السلام عليكم، ازيكم فنانين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل. النهارده ان شاء الله فيديو استثنائي جدا جدا جدا. النهارده احنا بنحتفل بوصول القناه ل 50,000 فنان وفنانه. طبعا انا عمري ما هقدر اوصف لكم كميه الفرحه اللي انا حاسس بيها دلوقتي، ان احنا في فتره مش كبيره قوي قدرنا نوصل ل 50,000 فنان وفنانه. طبعا ده بفضل ربنا اولا ثم دعمكم انتوا ثانيا. قبل ما اتكلم في اي حاجه طبعا لازم اوجه الشكر لكل شخص كان بيدعم الفتره اللي فاتت، سواء بلايك او بكومنت او انه بيشير القناه لاي حد من اصحابه. شكرا 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 لكل شخص فيكم كان بيعمل كده، كان بيعمل لايكات وكومنتات وكان بيحاول يدعمنا على قد ما يقدر. بعيدا عن ان القناه الحمد لله وصلت ل 50,000 مشترك، احنا عايزين نغير الفتره الجايه فكره ان اليوتيوب او المحتوى العربي الخاص بالرسم في الوطن العربي هنا ما بيفيدش. لا، احنا عايزين نغير الفكره دي. عايزين نقول ان اي حد محتاج اي معلومه في الرسم ومش قادر يروح ياخدها من كورسات يقدر يدخل على قناه اليوتيوب ويلاقي اي حاجه هو محتاجها بكل سهوله، ومش مجرد انه بيضيع وقت وخلاص. لا، الفيديو اللي هيدخل يتفرج عليها هيستفاد منه ان شاء الله لو هو اصلا عايز يستفاد. يعني الموضوع متوقف في الاول وفي الاخر على الشخص، ان كان هو عايز يستفاد او هو اصلا داخل من الاول يضيع وقت. بالنسبه للمسابقه بتاعه الفيديو بتاع امبارح، انا قلت انزلوا اعملوا كومنتات كتير على بعض، اكتر حد هيعمل كومنتات من غير ما حد يقطعه هيكسب معايا بورتريه هديه. طبعا انا هعرض لكم الفائز في اخر الفيديو ان شاء الله، فانت تابع الفيديو للاخر. قبل بس ما نوصل لاخر الفيديو عايز اقول لكم برده حاجه مهمه. كنت ناوي جدا 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 المسابقه اللي كلمتكم عليها من اسبوع، كنت ناوي اخليها مع وصولنا ل 50,000 مشترك اللي هو دلوقتي حالا. يعني كان المفروض ان انا هعلن على المسابقه دي النهارده. المسابقه دي كنت ناوي اعملها لكم بجوائز ماديه كويسه، لكن صادف ان جت في حاجه اهم للقناه هنا اضطريت ان انا اشتريها او حاجتين بالتحديد هعرضهم لكم دلوقتي عشان تعرفوا اللي انا بجيب ايه للقناه. بحاول على قد ما اقدر والله اطور بشكل مش طبيعي. يعني انا صرفت كتير قوي، بحاول على قد ما اقدر من طرفي انا ان انا اقدم لكم محتوى بجوده كويسه ان كانت صوره او صوت. اكيد انتم ملاحظين مدى التطور من اول فيديو انشاته في القناه. يعني اول فيديو لو رحت اتفرجت على اول فيديو كان ضايع طبعا، كنت قام صور بكاميرا بس الكاميرا كانت سيئه جدا، غير ان الصوت كان سيء جدا، غير ان طريقه كلامي كانت سيئه جدا، فكل حاجه كانت، لكن الحمد لله دلوقتي في تطور كبير جدا. فبالتالي النص الثاني متوقف عليكم هو انكم تستمروا في الدعم اللي انتم شغالين بيه. اتمنى يكون معنى كلامي وصل لكم، مش عايز اطول عليكم. هقول لكم دلوقتي انا جبت ايه للقناه عشان تكونوا برضو على علم باللي انا جبته. وعايز اقول لكم برضو لو حابين اطلع لكم لايف بالليل، لايف ده هيكون لايف كويس بقى محترم غير اللايفين اللي انا طلعتهم قبل كده، هيكون بجوده كويسه ان شاء الله. هنجرب مع بعض بالليل هيكون الجوده عامله ازاي. لو حابين انا اطلع لكم لايف جهزوا اسئلتكم واكتبوا لي في كومنتات اطلع، يعني اكتبوا لي تحت في كومنتات اطلع لايف. لو مش عايزين النهارده مفيش مشكله برضو اكتبوا لي مش النهارده او اكتبوا اي يوم انت عايزين. دلوقتي انا قبل ما اروح اقول لكم انا جبت ايه للقناه هنا، هقول لكم الفائز بالبورتريه في المسابقه الصغيره اللي احنا عملناها امبارح دي. طبعا كلكم عملتوا كومنتات كتير جدا جدا جدا، لكن ممكن يكون واحد فيكم عمل 50 كومنت وفي وسط ال 50 كومنت واحد عمل لكم كومنتين. هي دي المشكله عشان تكونوا فاهمين بس حصل معاكم ايه. انتوا بتعملوا كومنتات كتير لكن في وسط ال 50 كومنت اللي انت عملتهم جه واحد كده قام عامل كومنت تحت وكومنت فوق، فقطع ال 50 كومنت حولهم مثلا ل 10 و10 و10 او 10 و10 و20 و10 قسمهم. تمام، فعشان تكونوا فاهمين انا اخترت ده بناء على ايه. صديقنا اللي كسب معانا اسمه بوسبوس، مش عارف هو ولد ولا بنت، هطلع لكم الصوره بتاعته عشان يكون عارف برده. اسمه بوسبوس، المفروض هو عمل 45 كومنت متتاليين من غير ما حد يقطعه. الف مبروك، كسبت معايا بورتريه هديه. اول ما تشوف الرساله دي توصل معايا وبعت لي على انستجرام الصوره اللي انت عايز ترسمها وهرسمها لك ان شاء الله، وهعمل لها فيديو على القناه هنا وهتنزل باذن الله في اقرب وقت. تعالوا مع بعض بقى نشوف انا جبت ايه، يلا بينا. دلوقتي يا فنانين هقول لكم انا جبت ايه بالظبط للقناه، وده اللي منعني ان انا اعمل المسابقه دلوقتي واجلتها لفتره ثانيه ان شاء الله بحيث لما الدنيا تتظبط يعني ماديا اكيد عشان تكونوا عارفين يعني بتتظبط من ناحيه ايه. كل حاجه متظبطه الا الماديات اكيد يعني. بصوا شباب، مبدئيا كده انا جبت كاميرا جديده زي ما انتم شايفين. الكاميرا دي يعني الحمد لله لحد ما ممتازه جدا لليوتيوب، ودي لعلمكم انا صورت بيها الفيديو اللي فات. مش عارف انتوا اخدتوا بالكم من الجوده، في تغيير في الجوده ولا لا؟ الكاميرا دي انا سالت عنها كتير جدا جدا. شفتوا صابعي متعور النهارده ازاي؟ صعبة تعورة جامدة جدا في مكان يعني مش ظريف خالص. المهم دي الكاميرا اللي انا جبتها للفيديوهات، كاميرا جديدة. طبعا طول الفترة اللي فاتت عشان تكونوا فاهمين يعني انا اول ما بدأت على اليوتيوب كنت بصور بكاميرا مش عارف الاقيها هنا ولا لا، مش موجودة دلوقتي. اول ما بدأت على اليوتيوب كنت بصور بكاميرا كانون بس صغيرة اس اكس 620، كاميرا في الحجم ده بالظبط. كنت طلعتها لكم في فيديو قبل كده تقريبا
الفيديو اللي انا كنت بكلمكم فيه ازاي نقدر نصور رسوماتنا، طلعت لكم في الكاميرا دي ووريتها لكم. دي اول كاميرا انا بدات بيها على اليوتيوب، كان في قبلها كاميرا سامسونج صغيره خالص كده بس كانت سيئه جدا طبعا، فدي ما صورتش بيها غير فيديو او اتنين وكانوا سيئين جدا. طبعا الكاميرا الكانون اللي هي الصغيره دي كانت كويسه لكن برضو مش احترافيه، يعني انا ممكن اصور لكم بيها عادي وهتلاقوا صوره وكل حاجه، لكن فيها عيوب زي ان مثلا المايك ما كانش فيها مدخل مايك، ما ينفعش اركب مايك فيها، فبالتالي الصوت بتاعها ما كانش لطيف، كان فيه صدى صوت عالي جدا فما كانش الصوت بيطلع لطيف. ده غير ان جودتها برضو ما كانتش كويسه في الايزو والاضاءه والكلام ده كله، فتحت العدسه حاجات كتير قوي يعني. فبعد كده في صديق ليا كلمني، صديق محترم جدا جدا اسمه احمد علاء، كان عنده كاميرا وبيقول لي انا مش يعني انا راكنها الفتره دي، فهي كانت معايا طول الفتره اللي فاتت دي، كنت بصور بيها الفتره اللي فاتت دي كلها، فمشكور جدا 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 يعني، كتر خيره ومحدش طبعا بيعمل كده دلوقتي. انا حابب اشكره قدامكم كلكم على الموقف الجميل جدا اللي عمله معايا ده. انا كنت ناوي اشتري الكاميرا الفتره اللي فاتت بس برضو كنت مستني شويه، فهو قال لي خد دي وخليها معاك وانا صورت بيها الدروس اللي فاتت دي كلها. دلوقتي بقى قررت ان اجيب كاميرا، بص حجمها صغير جدا بس ما شاء الله بالنسبه لامكانياتها يعني امكانياتها عاليه جدا جدا. طبعا ده انا جايبها بالقسط عشان ما حدش يقول انت جايبها بالقسط، والله عشان خاطر بس يعني القناه هنا نقدم محتوى يليق بيكم، يعني يكون محتوى كويس ويليق بيكم، مش مجرد ان احنا بنعمل فيديوهات وخلاص، لا انا عايز اقدم محتوى يتقارن بالمحتوى بتاع الاجانب عشان ما حدش يقول احنا اقل منهم. احنا مش اقل منهم في حاجه ان شاء الله، مش اقل منهم في حاجه، وكل ما الوقت هيتقدم هنطور اكتر واكتر ان شاء الله، وده بيكم انتوا. تمام يا شباب، فدي كانت اول حاجه. مميزات الكاميرا دي ايه بقى؟ مميزاتها ان الشاشه دي بقدر اقلبها كده، فوانا بصور مثلا فيديوهات بشوف نفسي هنا. طبعا الكاميرا الثانيه اللي انا بصور منها دلوقتي ما كانش فيها الكاميرا دي، فبضطر الف من الناحيه الثانيه وابص واظبط ومش عارف ايه والكلام ده كله، فموال. انما دي بشغلها وابص على نفسي على طول من الشاشه. تمام، فده كان اول ميزه فيها. تاني ميزه فيها ان هي حجمها صغير زي ما انتم شايفين كده، وسهله جدا اخدها واروح بيها اصور بيها مثلا شغل الكورسات الكلام ده كله، فالموضوع بيكون سهل جدا. دي تاني ميزه فيها. وفيها ميزات كتير طبعا بس معظمكم مش هيفهم يعني، لان يعني انتوا اكيد مش فاهمين في التصوير وكده. فيها ميزات كتير جدا مقارنه بحجمها. فدي كانت اول حاجه انا جبتها يا شباب. تعالوا نشوف الحاجه الثانيه بقى عشان الفيديو ما يطولش معانا. تاني حاجه جبتها لكم برده هي كاميرا اهي، بس الكاميرا دي خاصه باللابتوب، يعني تتوصل باللابتوب دي عشان نعمل لايف براحتنا، دي بقى عشان نطلع لايف بجوده كويسه، لان طبعا اللايف الاخير اللي حضره اللي انا مسحته من القناه هنا، في ناس حضرته كتير منكم، مسحته ليه؟ مسحته لاني لما فتحته تاني بعد ما خلصت لقيت ان الجوده بتاعته سيئه جدا جدا جدا، يعني ما تلاقش بالقناه بصراحه. مش هبقى بصور فيديوهات بجوده كويسه واطلع لايف بجوده يعني تحت بير السلم مثلا، ما ينفعش. فلازم بدل ما نطلع بفيديوهات كويسه اللايفات برضو تكون كويسه. فالكاميرا دي برضو مش رخيصه، دي بقى انا جايبها كاش بصراحه لان ما كانش ينفع اقسطها. هم دول بقى السبب في ان انا ما عملكوش المسابقه دلوقتي، فاتمنى تسامحوني وتصبروا عليا بقى فتره كده. واكيد انتوا شايفين بقى حالنا يعني، كورونا وقفت كل الشغل والدنيا بقت جميله خالص، فربنا يسترها الفتره الجايه. ما حدش عارف الفتره الجايه هتكون ماشيه ازاي، ربنا يستر علينا كلنا وعلى اي حد شغله واقف، ربنا يرزق الجميع ويسترها ويعدل المحنه دي على خير ان شاء الله. عايز اشكر تاني كل شخص فيكم دعم القناه ولو بلايك او بكومنت، انتوا السبب الرئيسي بعد فضل ربنا طبعا ان القناه توصل ل 50,000 مشترك في وقت مش طويل. الحمد لله، يعني اتمنى ثقتكم فيا دي تكون دايما مستمره. عايزين نطمع بقى ونفكر في ال 100,000 وناخد الدرع ان شاء الله مع بعض. شيروا القناه على قد ما تقدروا، اي حد فيكم عنده صديق قريب ليه يشير له القناه بحيث نوصل لل 100,000 بقى في اسرع وقت ممكن ان شاء الله بيكم. عشان ما اطولش عليكم، لو حابين نعمل لايف بالليل نجاوب فيه على الاسئله جهزوا اسئلتكم واكتبوا لي في الكومنتات تحت هنا انكم عايزين لايف عشان اجهز نفسي بالليل ان شاء الله. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.